أهلا وسهلا فيكم معنا مرة تانية مع قناة My Own Teacher. اليوم معنا الجزء الرابع من درس Garbage In Garbage Out إلى Grade 6 في مادة Science. خلينا نكمل، بس قبل ما نبدأ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بلاستيك أبون أورا كيرس، يعني هل البلاستيك نعمة أو نقمة؟ The word plastic is derived from a Greek word plastikos, meaning capable of being shaped or molded. يعني كلمة plastic جاي من الكلمة اليونانية plastikos واللي معناها قابل للتشكيل والوضع في قوالب. It's made up of petroleum. طبعا مصنوعة من البترول. Most of the things we use in our daily life are made up of plastic. معظم الأشياء اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية مصنوعة من البلاستيك. Toothbrushes, toys, carry bags, buckets, water bottles, and many parts of computer monitors, printers, keyboards, car, kitchen appliances, etc. all are made up of plastic. يعني فراشي الأسنان، الألعاب، الأكياس، الأوعية، عبوات المياه، أجزاء الكمبيوتر من شاشات وطابعة ولوحة التحكم والسيارات والمطبخ، أدوات المطبخ كلها مصنوعة من البلاستيك. It will not be wrong to say that we live in plastic age. يعني مش من الخطأ إنه إحنا نقول إنه إحنا بنعيش في عصر البلاستيك. Plastics are used in a wide range of products from paper clips to spaceships due to their light weight, relatively low cost, and resistant to water and microorganisms. يعني البلاستيك يستخدم باستخدامات واسعة جدا، مثل من بداية من الكليبس الورق لحد سفن الفضاء، طبعا لأنه خفيف الوزن، سعره نسبيا منخفض ومقاوم للماء ومقاوم للكائنات الحية الدقيقة. Plastic can be given any color and shape and they can be used for making anything. يعني البلاستيك ممكن يكون نعطيه أي لون بدنا إياه وأي شكل بدنا إياه وممكن يستخدم لصناعة أو عمل أي شيء. Plastics are very durable. البلاستيك يعتبر مادة متينة. All this has made plastic a boon for us. يعني كل هاي الأسباب خلت البلاستيك يعتبر نعمة لإلنا. Science in life. Plastic is used extensively in modern health care and is helping people living better, longer and fulfilling lives. يعني بيساعد استخدام البلاستيك على نطاق واسع في الرعاية الصحية الحديثة وبيساعد الناس على إنهم يعيشوا حياة أفضل وأطول ومرضية أكتر. Disposal syringe, intravenous blood bags, heart valves, etc. are made up of plastic. تتكون الحقن اللي ممكن التخلص منها وأكياس الدم الوريدية وصمامات القلب وكل هاي الأشياء من البلاستيك. Silicon, a type of plastic. السيليكون، مادة السيليكون هو نوع من أنواع البلاستيك. is used to make artificial cornea which is transparent, flexible and similar to natural cornea. يعني السيليكون يستخدم لصنع القرنية الاصطناعية اللي بتكون شفافة ومرنة ومماثلة للقرنية الطبيعية وممكن من خلالها يستعيد الشخص الرؤية الواضحة مرة أخرى. It can restore the clear vision again. Hearing aids used by people with impaired hearing are actually plastic implants. يعني الأجهزة البلاستيك اللي بيستخدموها الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف في السمع هي أصلاً بلاستيكية. The pills you take as medicine have a plastic capsule which releases the exact dose at the right time. يعني الحبوب اللي بنتناولها كأدوية بتحتوي على الكبسولة اللي هي مصنوعة من البلاستيك اللي بتساعد على إطلاق الجرعة الدقيقة في الوقت المناسب.
plastics degrade very very slowly. يعني البلاستيك بيتحلل ولكن بشكل بطيء جدا جدا. So they come in the category of non-biodegradable materials. عشان هيك بيجوا في تصنيف مواد غير قابلة للتحلل. The use of plastic has also created many other problems for us. استخدام البلاستيك تسبب في مشاكل كتيرة لإلنا. These problems are actually associated with the way we use plastic and dispose of them. يعني سبب المشاكل هاي بيجي بسبب إنه كيف إحنا عم نستخدم هذا البلاستيك وين عم نتخلص منه. Let us see how plastic is causing problems for us. خلينا نشوف كيف البلاستيك بيسبب مشاكل لإلنا. أول نقطة. We often take plastic carry bags for shopping. عادة بناخد الأكياس البلاستيكية للتسوق. After use, we generally throw them away. وبعد الاستخدام نتخلص منهم بشكل عام. These plastic bags get into drains and block them. هاي الأكياس البلاستيكية بتوصل للمصارف وبتسبب انسدادها. As a result, the dirty water spills on the roads that become breeding ground for the mosquitoes. كنتيجة لهذا بتبدأ تطلع المياه القذرة من المصارف على الطرقات وبتصير أرض خصبة للبعوض. The blocked drains could also cause flood-like situation during heavy rain. كمان ممكن تتسبب المصارف المسدودة هاي في حدوث حالة شبيهة بالفيضانات أثناء الأمطار الغزيرة. تاني نقطة. We often throw household garbage, basically the kitchen waste or leftover food, in the plastic bags. يعني غالبا احنا نتخلص من النفايات تبعت المطبخ في أكياس بلاستيكية أو حتى بقايا الطعام نتخلص منها في أكياس بلاستيكية. The stray animals often eat these carry bags along with the food. الحيوانات الضالة عادة بتاكل هاي الأكياس البلاستيكية مع الأكل. The bags can block their digestive canal and may take their lives also. يعني هاي الأكياس لما بيأكلوها ممكن تسبب لهم انسداد في الجهاز الهضمي أو حتى ممكن تؤدي لوفاتهم. قبل ما نقرأ رقم 3 في عنا فقرة Do you know? Plastic bags are not safe for keeping and storing eatables. Consuming food kept in such plastic bags can adversely affect our health. يعني بيقول إنه حفظ الطعام أو الأشياء اللي بناكلها في أكياس بلاستيكية مش آمن، واستهلاك الطعام بعد حفظه في أكياس بلاستيكية ممكن يكون مضر بالصحة. Number 3. Many people burn plastic wastes during winters. كتير من الناس تحرق النفايات البلاستيكية خلال الشتاء. Burning of plastic releases toxic and poisonous gases which may cause respiratory problems, eye problems and cancer. يعني حرق البلاستيك والمواد البلاستيكية بيطلع منه toxic غاز وغازات سامة أخرى واللي ممكن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وفي العيون وممكن تسبب الكانسر. In this way, plastic can be a curse for us. بهذا الشكل يعتبر البلاستيك نقمة لإلنا. Science update. Biodegradable plastic based on starch rather than petroleum have been developed. يعني في أنواع بلاستيك جديد قابل للتحلل بيعتمد في صناعته على الستارش بدل البترول. These plastics are in early stage of commercialization and are eco-friendly. هذا النوع من البلاستيك لسه في مراحل التسويق الأولى وهو صديق للبيئة. Minimize the overuse of plastic and dealing with garbage. تقليل من إعادة أو الكثرة من استخدام البلاستيك والتعامل مع كنفايات. We can minimize the overuse of plastic items in the following ways. ممكن نقلل من استهلاك البلاستيك بالطرق هذه. Number 1. Use plastic bags to the minimum. نستخدم الأكياس البلاستيكية لازم يكون بأقل
نسبة ممكنة. Take your own cloth or jute bag when you go out for shopping. خد أكياسك من البيت أو الحقائب اللي هي من القماش لما تروح لتتسوق. Insist shopkeepers to give the items in a paper bag instead of plastic bag. يعني أصر على العاملين في المحلات إنه يعطوك الأغراض في أكياس ورقية بدل من الأكياس البلاستيكية. رقم 4. Do not use plastic bags to store eatables. ما تستخدم الأكياس البلاستيكية لتخزين الطعام. Do not throw plastic bags here and there after use. ما يتم التخلص من أكياس البلاستيك في أي مكان بعد الاستخدام. Never burn objects made up of plastic. أبداً ما نحرق المنتجات أو الأشياء اللي مصنوعة من البلاستيك. Do not dispose of garbage in plastic bags. ما يتم التخلص من النفايات في أكياس بلاستيكية. عندنا فقرة Do you know هون. In 2009, the Delhi government imposed a ban on the use of polythene bags. يعني في 2009 حكومة دلهي أصدرت أو وضعت مخالفة للي بيستخدم الأكياس البلاستيكية المصنوعة من البوليثين. It slapped a maximum penalty of 1 lakh or 5 years imprisonment or both, says the Environment Protection Act. يعني قانون حفظ البيئة وحماية البيئة وضع إنه ممكن توصل الغرامة ل لاك 1000 lakh يعني 1 lakh أو 5 سنوات سجن أو الاثنين مع بعض. Benefits of waste management. فوائد إدارة النفايات. In the last 2 decades, في العقدين الآخرين, we have changed our attitude toward disposal of wastes, considering their impact on our lives. قمنا بتغيير موقفنا تجاه التخلص من النفايات مع مراعاة طبعاً تأثيرها على حياتنا. The basic approach to the management and control of waste involves production of minimum waste, proper disposal of waste, and following the 3 R's, reduce, reuse, and recycle. بيعتمد النهج الأساسي لإدارة النفايات والتحكم فيها على إنتاج الحد الأدنى من النفايات والتخلص السليم منها واتباع الطرق الثلاثة اللي هي reduce التقليل وreuse إعادة الاستخدام والrecycle إعادة التدوير. The above approach helps in the following ways. النهج هذا أو الطريقة هاي بتساعدنا بالطرق التالية. أول شيء reduce air, water and land pollution. بيقلل من تلوث الهواء والماء والأراضي. Conserve natural resources like trees and metal. بيحافظ على الموارد الطبيعية مثل الأشجار والمعادن. Saves electricity and resources required for producing new products. بيوفر الكهرباء والموارد اللازمة لإنتاج منتجات جديدة. Provides healthy and cleaner environment. بيوفر بيئة صحية ونظيفة. Saves money. بيوفر المال. We must reduce the generation of garbage and use effective methods for its disposal. طبعا يجب علينا تقليل توليد أو تجميع هاي القمامة واستخدام طرق فعالة للتخلص منها. Swachh Bharat Abhiyan. The Swachh Bharat Abhiyan is the most significant cleanness campaign launched by the Prime Minister of our country in October 2014. تعد هاي الحملة من أهم حملات النظافة اللي أطلقها رئيس الوزراء في الهند في عام 2014 شهر أكتوبر. It aims towards making India clean. تهدف الحملة لجعل الهند نظيفة. Every Indian should actively participate in the campaign. طبعاً يجب المشاركة على كل هندي بنشاط هذه الحملة. Let's pledge that we should neither litter nor let others lit. الحملة بتقول إنه نتعهد إنه ما نرمي النفايات ولا نخلي حدا تاني يرميها. We should not throw away the things that can be reused or recycled.
ومش لازم نرمي أو نتخلص من الأشياء اللي ممكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. It will help reduce waste and help to keep India clean. طبعاً هذه الحملة بتساعد على تقليل النفايات وبتساعد على إبقاء الهند نظيفة. بهيك بنكون خلصنا الدرس بأجزائه الأربعة. ما تنسوا والجزء اللي بعده راح يكون هو حل التمارين. بس طبعاً ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وتتابعوا كل الأجزاء السابقة والجزء اللاحق في البلاي ليست تبعت Garbage In Garbage Out. شكراً لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.